ولتفاصيل أكثر ينضم معنا من مقر الكرملين موفد الإخبارية زميل بدر العازمي. أهلا وسهلا بك زميلي بدر، صف لنا الأوضاع لديك. نعم، رغم برودة الجو الأجواء الماطرة هنا إلا أن حرارة الاستقبال من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لخادم الحرمين الشريفين أضفت مزيدا من الدفء في هذه العاصمة الباردة. حضرنا مع بداية الاستقبال الأولي لخادم الحرمين الشريفين، أشاد الرئيس فلاديمير بوتين بجهود خادم الحرمين الشريفين ورحب به، وأضاف أن روسيا بثوبها القديم المعروف بالاتحاد السوفيتي هي أول من اعترف بالمملكة العربية السعودية. من جانبه قال خادم الحرمين الشريفين أنه يقدر هذا الاستقبال الحار من قبل الرئيس فلاديمير بوتين ويتطلع إلى مزيد من العمل لما يعود بالنفع على المنطقة وكذلك على الاقتصاد العالمي. هنا من أمام القصر الرئاسي الروسي القصر الأحمر انتهى المؤتمر الصحفي لوزيري الخارجية، وتوجه خادم الحرمين الشريفين لمقر إقامته. أما في الجانب الآخر فهناك خيمة سعودية يقام فيها احتفالات الأسبوع الثقافي السعودي الروسي هنا في العاصمة موسكو. بالنسبة للاتفاقيات، تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات في داخل قاعة الاجتماعات في هذا القصر الرئاسي في عدة مجالات، منها مجال الاستثمار الزراعي، الطاقة، أيضا الطاقة النووية السلمية، وكذلك الاتصالات. وشهد صندوق الاستثمارات العامة توقيع اتفاقية فيما يخص تطوير البنية التحتية والمواصلات في روسيا، أيضا التعليم، أيضا وزارة الإعلام قامت بتوقيع مذكرة تفاهم، العديد والعديد من مذكرات التفاهم. ولا يزال أيضا رجال الأعمال السعوديون يجتمعون برجال الأعمال الروس هنا في العاصمة موسكو من خلال منتدى الأعمال الروسي السعودي. ستكون هناك المزيد من الاتفاقيات. أيضا خادم الحرمين الشريفين لديه جدول أعمال غدا بإذن الله، لديه أيضا لقاءات مع رجال الدين هنا في العاصمة موسكو، أيضا مفتي الجمهوريات الإسلامية الموجودة هنا في روسيا والتابعة لروسيا فيدراليا. نعم نعم زميلي بدر العازمي، سنكون معك بإذن الله تعالى من خلال تغطيتنا لزيارة خادم الحرمين الشريفين، شكرا لكم.